Drowned in Black Reality أو الغرق في الحقيقة السوداء عنوان آخر معرض للمصور الفوتوغرافي دكتور حسين صوفان هو موجود معنا هلأ حتى يخبرنا أكثر عن هالعمل. أهلا وسهلا فيك دكتور صوفان. أهلا وسهلا فيكم. شرفنا باستوديوهاتنا. هذا مش أول معرض فردي لك ومش أول معرض بلبنان. أعمالك انعرضت بعدد من الدول الأوروبية بأمريكا وكمان عدد من الدول العربية. هذا معرض جديد لك وراح نشوفه أو عم نشوفه حاليا بجاليري مارك هاشم ببيروت. من العنوان بنستوحي أنه نظرة متشائمة للحياة، غلطانة؟ لا، هي الفكرة ما لها نظرة متشائمة، هي عبارة عن تولد فكرة بلشت بال 2003. نعم. كان عليها عدة مشاريع وعدة مواضيع، بلشت بمعارض العلاقة العلاقة بالحياة، العلاقة بالموت، العلاقة بالاغتصاب، بالانتحار. لو وصلنا لنتيجة أو لتتويج لهيدي المرحلة من الشيء اللي أنا عم بشتغله هي الخوف. الخوف ما عاد هي جانب واحد إنه واحد يقدر يفكر فيه، الخوف هي عبارة عن خمس جوانب. نحن عم نحكي عن العنف، عم نحكي عن الشهوة، عم نحكي الخيانة. عن الخيانة أكيد الخيانة، وعم نحكي نحن عن الاغتصاب، وآخر ومبيناتنا الأساسية هي الخوف الحقيقي. ولكن نحن بنعتبرهم مشاعر أو حالات سلبية. ما فينا نعتبرهم حالات سلبية، إنها هي حالات واقعية. نعم. بعدين بتجي مرحلة السلبية. المشكلة الأساسية إن هي ما لها حالات ممكن نحن بس نقراها بقصة أو نقراها بسيرة، هي حالات إنه متوارثة معنا، بتجي معنا. وانت عم تجسد كل هالحالات دكتور صوفان من خلال الصور اللي التقطتها بعدسة كاميرتك؟ هلا ما في حدا ممكن يحصر كثير حالات، لانه الخوف ما هو عباره عن حدا مثلا طلع له شيء عم خاف منه. الخوف هو 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 لحظه خفيفه او لحظه ثقيله اجت على الانسان. مثلا خلينا نحط افتراضيه، هي المره اللي شمت ريحه الخيانه بجوزها، اللي نعم. سكرت الباب وصارت تبكي بالحمام. اللحظه اللي هي عم تبكي فيها وعم تفكر فيها هي لحظه خوف، خايف على اولادها، خايف على مستقبلها. نعم. هي الحالات اللي بتتوارث معنا هي حالة الطفل اللي عم يهرب على السكون، اللي عم يسمع ابوه وامه كل يوم عم عيطوا. هي حالات رجل متقاعد اللي يفوت على الحمام ما مسترجي الا لمرته انه هو تقاعد او هو ترك وظيفته. هي حالات بتجي من 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 بساطتها لهيدي البنت اللي الساعة 12 عم تستنى تليفون الشب اللي عم يقول لها كيفك؟ نعم. أنت منيحة اليوم؟ من خلال المعرض دكتور صوفان بتحكي عن مشاهد جسدتها من واقع الحياة، مشاهد هي لحظات بين الواقع وبين الخيال، بين الموت وبين الحياة، بين الخيانة مثل ما قلت والصدق. تمام. هي بلشت الفكرة بمجموعة من الصبايا والشباب، بلشت تكتب قصص حقيقية، قصص صارت معهم بالواقع بي 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 بتجاربهم بكل شيء، وتسجلوا كلياتهم، انكتبوا كتكست، بعدين انحطت كفيديو بسيط، بعدين عاد نشتغل عليها الستوري لاين. بلشنا نشوف بعض الاعمال اللي عم تنعرض بهالمعرض. بتقول دكتور صوفان انه الصوره هي اخر خطوه ضمن سلسله من الخطوات. تمام. شو يعني؟ الخطوه هي كالتالي، نحن الفكره الاساسيه كانت بدراستي وانه كنت عم بدرس. الفكره الاساسيه هي انه انا مثلا مطلوب مني اني اجسد مثلا جيب مسرحيه مثلا لشكسبير او مسرحيه لمولير. هيدي المسرحيه عباره عن مجموعه من الفصول، مجموعه من المشاهد، مجموعه من الافكار. نعم. تيجي تقدري هيدي المسرحيه على طول ساعه ساعتين ثلاث ساعات تقدري تختصريها بفوتوغراف. نعم. ب 20 صوره ب 25 صوره. فالفكرة الأساسية شلون تقدري هيدي الصور تخليها تحكي القصة، حركة جسد معينة، إضاءة، كونتراست، نحن نحكي ممكن شوية تولز أدوات موجودة ضمن المكان تقدر تساعد لتعمل قصة. يعني أنت 10 صور 20 صورة تعملي قصة. فكرة المعرض هي كانت يعني فيها أكثر خطورة أنك تقدري من صورة واحدة تعملي قصة. نعم. وهون عم تحاول تكشف الظلمة الموجودة بحياة كل شخص منا. هلا نحن كانت حتى الفكرة الأساسية اللي انبنت حتى الانفيتيشن كارد وانبعت بطاقات الدعوة للناس تكون هي مراية انه حدا يشوف انه قبل ما تيجي على المعرض حاول دقيقة ما تصارح حالك. كانت بشكل مراية، كانت مراية، في مراية موجودة انه بليز. لما نطلع بالمراية برأيك وحسب خبرتك هل منشوف حقيقتنا؟ إذا بدنا إيه؟ ما هون المشكلة، إذا بدنا إيه؟ إذا بدنا نشوف نحن حقيقة من جوا شو شعرين إيه؟ نعم. هو حلم، هو حلم، هو حلم. أنت بيجيك عبارة عن حلم، عبارة عن وميض، عدة إضاءات خفية.
فهيدي الاضاءات اذا انت بدك تفكري فيها فهي حاله من الكهف او المغاره او الطريق، يعني انت ما بتشوفي لا بدايته ولا نهايته، بتشوفي لحظات انت وعيت معك، لحظات خفتي فيها، لحظات بتشوفي فيها جسدك او بتشوفي متخيل الحاله، لحظات مخبيه بداخلنا دكتور صوفان، وهذا أكيد. اللي انت عم تحاول تضوي عليه اذا بدك بطريقه نحن ما يعني هي 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 محاوله، يعني انا مالي مطلوب مني انه يكون هيدا الشخص او عم تحاول تطلعها من الاعماق أكيد. لانه اذا بقيت مخبيه بتقول رح تسبب لنا مشاكل كبيره لاحقا. خلينا نفرض بس فرضيه صغيره، خلينا نقول احتكلنا ذكرت اكيد هي الفكره صغيره، خلينا نقول انه هي خلينا نقول صبيه بالميدل ايست وقع عليها الاغتصاب، نعم. خلينا نفكر بهيدي التفكير، هيدي مخلوع عندها احتمالين، يا تروح تقول لاهلها، وبهيدي الحاله عندها احتمالين، يا اما اهلها ممكن يقتلوها او ممكن يلوموها او ممكن فضيحه. بدنا نتوقف دكتور صوفان على هالفكره تنغوص فيها اكثر، ولكن بعد ما نرجع من هالبريك. اوكي نرجع لحديثنا مع الدكتور حسين صوفان، وحديثنا اكيد هو حول اخر معرض له بعنوان Drowned in Black Reality او الغرق في الحقيقه السوداء. قبل نستعرض صور هالمعرض ولاحظت انه كل الصور بالاسود والابيض. هلا فكره الاسود والابيض هي الفكره تجسدت معي من اول ما بلشت فوتوغراف. من اول ما بلشت فوتوغراف كان تصويري عباره عن بورتري اوتسايد، بلشت بتصوير الختائرة، بلشت بتصوير الأطفال، بلشت بتصوير كل شيء خارج الاستديو، يعني نمشي بالشارع بنشوف لحظات ما، تخيلات ما بالشارع بهي. بلشت إن البلاك أند وايت ياخذ حيز عندي، إن هو عبارة عن حيادي، بتشوفي في الإضاءة صح، بتعملي كونتراست صعب كتير، استحالة، والكادر إنك تاخذي كادر مربع بلشت تصعب القصة. وبما انه عم نحكي عن العتم والنور الموجود بحياتنا، الاسود الابيض هو كثير مناسب. بدي اذكر للمشاهدين انه حضرتك مصنف عالميا كمصور فوتوغرافي متخصص بلغه الجسد، نود ارت فوتوغرافي. شو يعني هالشيء دكتور صوفان؟ نحن عم نحكي على هون عم عملك اكيد بتجسد هالشيء، هي اجساد، يعني اجساد عاريه اجمالا. تفضل. تمام. هلا نحن ما عم نحكي نحن اجساد عاريه بمعنى انه هي اجساد عاريه، نحن عم نحكي انه هي عباره عن 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 جسد باعتباره نوع من انواع الماتيريال اللي عم نشتغل عليها، ممكن يكون اي شيء ثاني، بس كونتراست هي عباره عن تباين ما بين الابيض والاسود، ظل ونور اللي هي نفس المرحله اللي نحن عم نحكي فيها. حاله اليوم اي صوره ما بتحمل موضوع هي 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 صوره فيك تعتبريها انتهت، ما عاد صارت هي فوتوغراف. نعم. تمام. الموضوع هو عامل كثير اساسي بهيدي الشيء اللي عم نشتغل عليه. اليوم انه نحن عم نشتغل لغه جسد، نحن عم نشتغل حاله عباره عن تطور الحاله عمرها مثلا 4000 سنه. تمام؟ بالرموز، بالاشارات، وصولا للاضاءات، للمسارح، للمدارس، للفكر. توجت ان نحكي بحاله مبسطه بحركة ما من جسد نقدر نوصل الفكرة، مثل شرط المرور، يعني هو حالة بيحرك أعضاء جسمه بحالات معينة، ونحن صرنا نعرف إنه هيدي الحركة إنه هيك من هون من هون، شوي شوي نتدرب عليها. نلاحظ دكتور صوفان إنه بصورك الأجساد متشابكة ولكن الوجوه مخبية. الفكرة الأساسية اللي بلشت إنه نحن هيدا المعرض كان عبارة عن معرض ما في وجوه، يعني واضح إنه في أشياء عم نخبيها لذلك التشابك. التشابك. الفكرة الأساسية مثل ما نحن نرجع نحكي إنه هو ما في وجوه وما فيه تايتل، يعني أي لوحات، يعني ما في عنوان لأي عمل، ما في عنوان لأي عمل، كلياتهم اسمه Drowned in Black Reality. أنا تارك لو أي حدا من الجمهور يفوت يتفرج يعطي الشخصية اللي هو حافظها أو بيعرفها أو شخصيته حتى إذا قدران يعترف بهيدي القصة ضمن الشيء اللوحات الموجودة، أنا تارك هو يحط العنوان الحقيقي لقصته، إنه كل واحد بيناتنا عنده قصة، العنوان الخاص داخله، كل واحد بيكتب مذكراته بطريقته بأسلوبه بيومياته بفرحه بغضبه. فأنا تارك المعرض عبارة عن 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 معرض بدون ماسكات، كل واحد بيكمش الماسك تبعه بيحطه بينضم للوحة كيف ما بده، ولكن أنت من خلال عدسة كاميرتك بتحاول تظهر الحقيقة اللي موجودة بداخلنا؟ بلشت بهالسؤال. الحقيقة هي هل ممكن؟ هلا كثير صعب إني أقدر أعمل حقيقة، بس خليني أقول إنه هيدي محاولة لليوم أقدر نوصل، يعني
أول كلمة أو أول صرخة أو أول نداء. اليوم في نساء كتير بالوطن العربي، في كتير نساء هن عبارة عن عندهم وجع، عندهم ألم، عندهم حزن. نحن عم نحاول نلاقي طريقة معينة إنه نقول معلش نطلع عليهم شوي، معلش نشوف شو اللي عم يصير، معلش نعرف. وهذا ما بيشمل فقط نساء، نحن نحكي نساء أطفال رجال، بس كل أفراد مجتمعنا. بدنا نذكر المشاهدين أنه هالمعرض مستمر لغاية 5 أيار بجاليري مارك هاشم قبل ما ينتقل على باريس وبعدين على نيويورك، ومنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لوجودك معنا. يا أهلا وسهلا فيكم. وقفة جديدة مشاهدينا ومنتابعة.